السلام عليكم. نبدا مع هذا السؤال البدايه، هل راح تزيد الاسعار؟ هذا اول حاجه. اوقف سناب احط لكم رابط هنا، لو تسحب الشاشه لفوق توصل حق فيديو من الفيديوهات سويت لكم انه وتكلمت هل راح سعر الايفون القادم راح يرتفع ولا لا. ترفع الشاشه وتروح حق الفيديو ذاك. طيب نبدا معاكم الحين. خلاص شفت الفيديو ذاك بتقول خلاص الايفون القادم ما راح يرتفع سعره. لا، انا ذاك الايفون القادم تكلمت انه ما راح يرتفع سعره لان الاشخاص خذوا حجه انه خلاص ابل راح يرتفع سعر الابل راح ترفع سعر الايفون القادم بسبب الشيب او المعالج نفسه راح يكون اغلى. كم؟ $20 اغلى. طيب المعالج كم قيمته؟ مثل معالج بالكثير $40 الارم، معالجات ابل يعني. فلو ترفع $20 يصير مثلا 70 و80، صار غالي، صار الان سعره خلاص الايفون لازم ترفع السعر ابل عشان. لا، ما بهذا السبب راح يكون. بعطيكم مثال، السنه اللي راحت المودم اللي في الايفونات 12 كلها مقارنه بالايفون 11، المودم او لاقط الشبكه اللي في الايفونات 12 اغلى على ابل ب $100 اغلى على ابل. فهل ابل رفعت الايفون اللي راح؟ يمكن رفعت $50 إلى $60 من الايفون 11 الى 12، وهو بالاصل رجعت على السعر الحقيقي، قريب سعر الحقيقي، لان الايفون 10R كان $450، الايفون 11 نزلته $50. راح نتكلم عن الوضع شوي ليش، بس الايفون 12 مثلا رجعته ب 700 ب 780، ما رفعت ذيك الدرجه. ليش؟ لان رجعت على السعر الطبيعي بسبب ان الايفون 10R اول مره تحط لك الغالة بنفسه هذا، او خطة السير حق صناعة الجهاز. اما بعدها بسنة خطة السير نفسها موجودة عندنا، او عند ابل نفسها موجودة، الاجهزة المكاييل حق تصنيع نفسهم موجودين، نفس حجم الجهاز الايفون 10R الى 11 نفس الحجم نفس كل شيء. فما اشترت او برمجت اجهزة جديدة او مكاييل جديدة. انا المنطقة دي جديدة اللي انا فيها، او اللي انا فيها الان تبعد ساعة عن منطقتي، فجاي هنا بس بنزل حق ستاربكس. ما ادري وانا جاي شفتها، بس الحين يوم قربت نختفى ما ادري وين دي. فالمصانع او الالات حقت الشركة بيكون نفسها، هذا من الايفون 10R الى الايفون 11 قالتك قبل، نفس المصانع او نفس الاجهزة الالات، نفس الشاشة، الكاميرات غيرناها بشيء طبيعي. فرخص $50 السنة راحت، او السنة اللي قبلها قصدي، السنة راحت شرت لك آلات جديدة وبرمجت آلات جديدة، فرفعت رجعت مرة ثانية. طيب لو رفعتها كذا برضو المودم على أبل مثل ما قلت لك $100 زيادة، وينه؟ أبل قالت لك لا ما يحتاج نفس القيمة. السنة اللي راحت كان نقول إنها ترفع السعر. ليش؟ لأن $100 الحين $20. فالأشخاص الحين يتكلمون يقول لك أوه أبل ترفع السعر ليش؟ لأن $20 زيادة عليها $30. لا، ما بهذا السبب. الآيفونات اللي موجودة عندها أبل الآن، قيمة تصنيع الآيفون الآن لحق الايفونات 12 أرخص بكثير من قيمة تصنيع الايفونات 12 السنة راحت أول ما انصنعت. أوكي، صح أن الآن عندهم شورتج في شبه الموصلات، سمعت تقريبا سبب شبه الموصلات، وبترتفع الأسعار، لكن لا تحط سبب أن الأشخاص الثانيين يتكلموا خلاص المعالج راح يرتفع على أبل $20 ترفع الجهاز. لا، في اشياء ثانيه، يمكن اشياء ثانيه، يمكن ابل تحط هذه حجه ان شبه الموصلات ارتفعت المعالج رفع 20% نحط اذا كان بترفع السعر، لكن ما بهذه الحجه. الجهاز ستيل راح يطلع قيمه. الشركه اذا بتخسر اول اسبوع اسبوعين لازم القطع اللي شريتها الشركه بعد شهر يعني الحين قيمه الايفون، يمكن في دول الخليج تغيرت، لكن مثل هنا في امريكا نفس قيمه الايفون اول مره. يعني اشتري الجهاز اللي ب 1000 السنة راحت بشتري الآن ب 1000، لكن ربح أبل هل يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف. أبل ممكن تربح دبل الآن السعر من أول ما نزل. ليش؟ هذا شيء طبيعي، مش بس في الأجهزة، في الجوالات، حتى في الملابس. يعني مثلا أمس تقريبا أمس أول أمس رايح ستور هنا بشتري رايح ملابس، دخلت محل شفت عرض على بدلة بشتريها، البدلة قيمتها كاتب عليها تقريبا ب $6، ستيكر فوق ستيكر، رخصنا لين صارت $6. قاعد ارفع السكر بس كذا خلاص شريت البدله، بس قاعد ارفع السكر. قيمه البدله نفسها كانوا حاطينها ب $40،
صار الخصم إلين 6 دولار أو 5 دولار تقريبا. هل الشركة يوم شريتها ب$5 مش ربحانة؟ هي باقي ربحانة صح، قل الربح حقها، لكن تخيل الشركة خلت نفس القيمة والمكونات لحق البدلة دي مثلا غلت. هذا الشيء اللي تكون على الأجهزة، يعني قبل شريتك الجهاز الآن مع الشاشة الجديدة أو الكاميرا الجديدة، حين شريتها مثلا الكاميرا هذه من سامسونج أو من سوني شهر مثلا 11 من سوني شريتها وقيمة الكاميرا مثلا ب$40 شريتها منها في أكتوبر مثلا، جاء في ديسمبر، جاء جانيوري، قيمة كاميرا ما راح تكون ب$40، راح تكون ب$20، يمكن تكون ب$30، يمكن تكون ب$10، يمكن تكون ب$5 بك الفترة. ليش؟ لأن الشركة اللي صانع الكاميرا هذه نفسها لازم تقل قيمتها بعدين، لأن صنعت كاميرا ثانية ثالثة لازم تقل على الشركة نفسها لهم. فأبل الآن مثلا السيراميك شيلد حق الشاشة حقت أبل، إذا السنة هذه أبل بتحط سيراميك شيلد نفس اللي صار في الايفون 12 كم على أبل، يعني مثلا أبل سيراميك شيلد السنة راحت توها مخترعات الشيء والأشياء وتوها شريتها من الجورنال كلاس والأشياء دي عليها مثلا ب$10، الآن تحط على الايفون 12 $3 ربع عدل، شوف الكم القيمة الرخيصة. فالسنة دي مثلا أو السنة الجاية تقول لك أبل بأن شبه المواصلات ارتفع قيمتها، ليش أغير الشاشة؟ ليش ما أخلي نفس الشاشة؟ كذا يكون أرخص علي أنا كذا. فأبل مش نفس الشركات الثانية، الشركات الثانية مثلا تأخذ من كوالكوم مودم 5G ترفع قيمة الجهاز $100 زيادة وتكتب عليه XDR ولا اسم الجهاز كذا، في النهاية تكتب عليه 5G اسم الجوال حقها. ليش؟ لأن رفعتها مثلا $100 زيادة. أبل تقول لك لنفس قيمة الجهاز، نفس الجهاز ما نسميه 5G، رفعنا القيمة هنا، عندنا شيء ثاني هناك ما نرفع. الشركة الثانية تقول لك مثلا السنة هذه الشكل هذا، السنة بعدها غير الشكل، تخسر كثير في القوالب الشركة حق التصنيع، لأن بعض الشركات أو أكثر المجتمع عندنا احنا للأسف يشوف أن إذا كان شكل جديد هذا يخلي مبيعات الجهاز، أو شكل جديد هذا يعتبر ميزة عندهم فتزيد مبيعاته. الشركة تقول لك أوكي أغير في الجهاز، فإن شكل جديد أجيب لي مبيعات كثيرة. أبل غيرت السنة راحت، بس السنة هذه ما راح يتغير. أبل يعني مثلا خسرت السنة راحت مثلا $70 $80 حق تغيير على كل جهاز ايفون، السنة هذه ربحان 70 و80 لنفس القالب نفس كل شيء نفس الجهاز، نفس قالب التكوين حق الجهاز نفسه، صبت الألومنيوم نفسه، فالغالب هذا موجود عندنا، الآلات كلها مبرمجة على هذا الغالب 6.7 6.1 5.4 كلهم موجودين عندنا. السنة اللي بعدها مثلا لو بتغير الحجم بتغير الأشياء أوكي بنخسر زيادة هنا. ف أرجع أقول لكم أبل في المودم الجديد أو مثلا الـ A15 اللي راح ينزل من أبل، إذا رفعت TSMC على أبل مثلا 20% أبل ربحانة. أبل عندها الشاشة تقدر أقول لك ما غير الشاشة، تقدر أبل أوريدي عارفين أنهم الغالب ما راح يتغير فربحانة. ولو بتغير، لو أبل مثلا جات وقالت لك أوكي الحين بنربح مثلا من سبتمبر إلى نوفمبر مثلا راح نربح $200 من الجهاز بس، طبعا انا عارف يقول لك سعر الجهاز الايفون $100 و200، ليش أبل تبيعه ب1000؟ لان في شحن، في موظفين جالسين يشتغلون عند أبل حق السوفت وير الهاردوير، عندهم مباني أبل، عندهم ستورز بتدفع فلوس، في فرق. لا تقول بعض الشركه أبل تغشنا وهو ما يعرف في الماركتينج في اي شيء. في فرق بين الفاليو من حق الجهاز او اي شيء عندك، في فاليو حق الشيء ده نفسه او في قيمه الشيء وفي سعر الشيء، في فرق بين قيمه الشيء وفي فرق بين سعر الشيء، في فرق بين اني اجي اشوف السياره هذه انا الشركه خسرت على السياره هذه 40,000 مثلا بعتها لي ب100,000، ليش ال60,000 الزياده؟ في موظفين يشتغلون في R&D، في تطوير، في اشياء كثيره، في موظفين، في شركه، في انوار مشتغله في الشركه، في اشياء كثيره انت ما تفكر فيها بقيمه الجهاز بس. بلا انت ما جيت شريت الجهاز من واحد حرفي في الشارع سوالك اياه صنعك اياه مثلا بفخار وقال لك تفضل وخلاص، لا في ضمان، في أشياء كثيرة، في الشركة لازم قيمة الشركة كيف، يعني الشركة بنت نفسها وخلت البراند حقها هذا البراند نفسه وعلامة الشركة لها قيمة برضو لازم. أوكي فلا تتوقع أن بسبب هذا الشيء خلاص الآيفون راح يرتفع سعره. ليش؟ لأن فكرت أن معالج جديد بتحط في أشياء كثيرة في الجهاز بتكون قديمة موجودة، يعني بشكل الجهاز ما خسرت عليه. الكاميرات لو بتغيرها اوكي بتغير، ما يحتاج تغير الكاميرات، طبعا راح تغير كاميرات صح، لكن مثل الكاميرا الاماميه ما يحتاج تغيرها، اذا بتغيرها اوكي لكن ما يحتاج تغيرها لان بتحط معالج جديد، فالمعالج نفسه راح يحسن التصوير برضو، لان التصوير مش بس تصوير من الكاميرا، في معالجه برضو. ففي اشياء كثيره
قيمة الجهاز. يعني صح إن الجهاز الآن معالج راح يرتفع سعره، لكن يعني المعالج نفسه راح يكون سعره أعلى، لكن في أشياء ثانية بتكون أقل وأرخص كثير على الشركة، يمكن بالمجان. يعني بالمجان أكلمك إنه ما خسرت، يعني خلاص مثل الحين السير لحق الجهاز، كل عاد لكم حق السير لحق تصنيع الجهاز، طلعت قيمة الخسارة اللي سوتها أبل السنة تسوي سير، فنفس المال السنة راحت موجود عنده. فنفكر كذا، أوكي أنا عارف إن الفيديو اللي سويته وحطيت لكم إياه قبل شوي بعض الأشخاص ينتظرون بس ينزل الآيفون ارتفع سعره يقول لك أوه كيف أنت قلت. لا أنا ما قلت كذا، أنا قلت لك في الفيديو هذاك إن المعالج ما راح يرفع قيمة الجهاز. إذا تبي ترفع قيمة الجهاز أبل وتحط هذه حجة ممكن، لكن هذه مش حجة كافية. هذا ما بشيء من الأشياء اللي خلاص المعالج صار $20 زيادة ترفع قيمة الجهاز. $100 السنة راحت المودم وما رفعت قيمته. السنة راحت لا برضو أرخص، يعني لو تقارن مع السنة اللي قبلها بحسب فئة بعض الفئات من الايفونات، من الايفون 11 برو ماكس مثلا أو 11 برو إلى 12 برو ماكس أو 12 برو، الذاكرة أعلى ونفس القيمة، يعني أرخص لك يكون مع الـ 5G برضو. الشركات الثانية لا 5G أغلى، فهذه مش حجة. يمكن تتوهق الشركة في أشياء ثانية تخلي ترفع الجهاز ممكن. الأخبار اللي طلعت والأشخاص التغنيين الكثيرين اللي تكلموا إن المودم راح ترفع قيمتها الشركة، يعني على أبل أغلى ب20% راح ترفع قيمة الشركة. لا المودم مش قيمته مثلا 500 عشان ترفع مثلا 20% أو بتدفع زيادة فلوس كثيرة عشان ترفع. لا الارم معالجات ابل يعني اغلى معالجات موجوده عندها ابل الحين، واكثر شيء تصنع بالام 1 معالجات الام 1 مثلا اللي موجوده مثلا في الايباد برو ماكس، الايباد برو ماكس، الايباد برو 12 انش هذا الجهاز قيمته ب 40 في ال 40 الى $50 تقريبا، او لا من $30 إلى $40 المعالج، حتى اللي في اللابتوبات اللي حطتها الايباد الماك بوك برو 13 انش، الماك بوك الماك بوك اير، الاي ماك 24 انش، قيمة المعالج من 30 إلى $40 تقريبا قيمة خسارة الشركة علي. كانت معالجات انت تحطها في اللابتوبات اول من $200 إلى $300 عليها قبل خسارة كم رباحة، فلا تتوقع ان هذا الشيء راح يأثر على الشركة. $20 زيادة بشيء طبيعي. تخيل انك حطيت كاميرا جديدة، بعض الاشخاص يجي لك في البزنس مع مثلا في البزنس لا يقول لك مثلا كيف الايفون السنة هذه والسنة الجاية نفس القيمة، ما يصير. صح انت فهمت في البزنس وتقول لك ما يصير، لكن لازم تفهم في البزنس ان الكاميرا اللي جت تشتريها أبل رجعت مره ثانيه. نفس المثال هذا سبتمبر السنه راحت الكاميرا شريتها $10، السنه هذه ترجع تشتري الكاميرا الجديده مثلا $10 يمكن ارخص الكاميرا الجديده. ليش؟ لان الشركه اللي شرت منها الكاميرا سوت كاميرا احدث، الكاميرا اللي بالعشر السنه راحت صارت الحين ب4 مثلا، فالان تشتري الجديده نفس الفئه الاعلى منها. كذا نمشي نفس الحركه، الايفون اللي راح $1000 السنة هذه $1000 نفس الشيء، لأن الايفون اللي قبله خلاص صار أغلى، يرجع كذا نفس الطبور. أغلى في شيء الشيء راح يكون فيه أغلى شهر شهرين ثلاث شهور، الشركة تكسب فيه أكثر وأكثر. أرجع وأقول لكم الايفون اللي $1000 إذا مكسب الشركة فيه مثلا $800 مثلا مكسبها، عاد تصرف على الموظفين، تصرف على المباني والشحن، هذا أول ما تصنعه بعد شهرين ثلاث شهور بدل 800 900 على حسب قيمة الشيء، يعني مش بس الايفون، على اي شركة في العالم موجود. تشوف مثلا سامسونج او الشركات الثانية الجهاز حقهم يقول لك ب1500 قيمته، حاطين لك الجهاز ب1500 بس اللي جيت تطلبه بالاوردر ب1000. الله كيف؟ وبعدها بشهرين يصير قيمته ب800. كيف؟ اصلا حجم يعني مكسب الشركة هو كسبانة، لكن تلعب في السعر ان تبي تزيد مبيعاتها كذا، لازم تفكر فيها كذا. اوكي فاتمنى تفهمون وجهة نظري من الفيديو اللي راح، ان اذا بترفع الشركة سعر الجهاز الايفون القادم مش سبب الشيب، الشيب اللي اذا قيمته ب40 صار قيمته ب60 ب70 ما يعتبر انه ترفع قيمة الشركة. لو بترفع قيمته يمكن من اشياء ثانية تبي من الشركة من الشركات، وتلك الشركة مثلا ما تقدر توفر حق الجهاز فابل تدفع لها زيادة عشان توفر، وهذه الشركة برضه تدفع لها زيادة توفر، وهذه الشركة بتدفع يمكن. لكن من الشيب جاك تغني يقول لك الايفون راح يكون سعره غالي بسبب انه الشيب صار 20% اغلى، لا ده مش سبب. ابل تقدر تكسب في الايفون الجاي حتى لو ترخص قيمته، عندها اشياء كثيره في الجهاز اوريدي مصنوعه، اوريدي عندها مش خسرانه فيها. السنه راحت خسرت، السنه هذه ما راح تخسر. اوكي وارجع اقول لكم بعض الاشخاص يقول لي متى الايفون ينزل القادم، راح اقول لكم الان
امس متكلم لكن ما بيعيد زياده لان الاشخاص اللي موجودين في سناب وراح يملون، لكن افتح القناه حقتي راح تفهمها كذا اسرع لك. شيك على هذا الفيديو، هذا الفيديو لايو اس 15 البيتا الثامن. لو تفتح الفيديو هذا نفسه وتروح الين النهايه، في نهايه الفيديو بتشوف التقويم هنا قاعد اتكلم انت ايش في الانترنت كلش والله 3 ايام 4 ايام فاذا قاعد اتكلم عن النسخه النهائيه هذا الاسبوع من 7 إلى 10 للمطورين او نسخه البيتا التاسع وبعدها باسبوع بعد المؤتمر بيومين 3 ايام تنزل تكلم عن المؤتمر للمطورين وبعدها باسبوع تنزل حق الكل فما نبيكم تعب هنا قاعد اتكلم عن المؤتمر اكثر تفهم هنا الا سنابات امس تقريبا خلصت فهنا بتفهم اكثر. طيب كذا اتوقع اني جاوبت السؤال الثاني من نفس البوست اللي قبل شو كان انه هل راح يدعم هل راح يرتفع السعر مثل ما سوت سامسونج خلصنا من هل راح يدعم 120 هرتز راح يدعم 120 هرتز المتوقع في الايفون 13 برو و 13 برو ماكس 13 و 13 ميني ما راح يكون يدعم 120 هرتز هذا المتوقع لان ما ادري ايش ابل اختارت ال 5G انه يدعمون الاجهزه كلهم لكن 120 هرتز البرو يعني البرو موشن خلته حق البرو بس هل البرو هم اللاعبين هل البرو هم اللي يحتاجون 120 هرتز ليش العاديين يبون 5G وهذول يبون 120 هرتز كيف تحدد الشيء يمكن ما ادري هل يعني اللي يلعبون فورتنايت ولا ايش اسمه الثاني ذي نسيت اسمه الثاني يعني هذا هم برو ديلي هل يحتاجون الشيء وصارت دخل البرو 120 هرتز الأشياء دي كلها بعض الأشخاص يسألوني في اليوتيوب الآن لكن آسف يعني ما أقدر أجاوب لك في اليوتيوب وخصوصاً إني تكتب يقدر يكتب يجي يخش لك فئات كثيرة من المجتمع فئات ماخذ كلامي من شخص ثاني وجايب بنقلالي في واحد مثلاً جالس ما يعرف شيء بس عنده في مخه معلومة واحدة ويحاربك عليها فمستحيل إني أقدر أرد كل شخص هنا أرد على أشخاص في سناب شات يمكن إذا حطيت أنا فئة من الفئات إني أبدأ فقرة الأسئلة وأرد عليهم هناك بفيديو أفضل مني طبعا في أشخاص كثير أنا فلترها يعني في أشخاص يدخلوني أسئلة هذاك اليوتيوبر قال كذا وانقلت ما لي شغل بذاك اليوتيوبر أنا أتكلم عن نفسي وأنا أتكلم عن الشيء اللي أؤمن فيه يمكن يكون غلط عادي هذا اللي أؤمن فيه أنا أنت بالنسبة لك غلط يمكن ما يصير قدام لكن هذا المخيلتي وهذا اللي أتوقع أنا ذا الشيء وعندي أسبابي وعندي كل شيء. أكشخص ثاني عنده أسبابه وعنده فهمه غير فهمي عادي. السلام عليكم.